عمنا دلوقتي هو انت اللي بتنقط ولا انت بترد عليا؟ ده اللي بيقلدك. يا عمنا خلاص عرفنا ان ده المتشبهاتي، ما تخليش اقوم اقتلهولك قدام الناس. ماشي عمنا بتلاقي الراجل ده بتقرطصك يا كبير. انا عيب سوس يا غبي، دي الخطه يا غبي. يمشي لغي جرمت بعنف يا بنت. ما تقلقش يا نوخه، هنوطهولك من غير. والنقطة اللي قبلها مصيرهم ايه؟ عايز اعرف راحوا فين. النقطة دي بيتي اولى بيها ورقصني برضه. شامخ ابو الفدا واسم الحركه ترمواي. ما شفتكش قبل كده؟ تهيألي تقابلنا في شرم الشيخ. ساقعه عليا. يبقى في مارينا. حر قوي. طب في الغردقه؟ اغرب. يا روح قلبي، ده احنا هنتقابل كتير قوي. يبقى نشرب كاس في صحتك. صحتك. ودوقي اللي معاكي وحستناكي بره. استنى. يا جامد. ايه سكران واخدينه رجع. ايه ولا خطوه ولا فوز ولا زي الخطه. نسيت المطوه. انا اكسر بيها بتضرب. سيبه نشن عليا. انا نشن عليا. ده انا ايدي تتقطع ولا نشن عليك يا ريس. اقتلني يا غبي، اقتلني. انت ادرى بقى. خيتك يا ترمواي على ايد واحد احول. سامحني يا كبير، سامحني يا كبير، قتلتك بايديا. ولا دبشه. مين ايه؟ انا يا غبي. يا ريس انا يا غبي، انا غلطان. ايه مالك؟ واحد وقتلناه. عايز تبلغ؟ بلغ. البوليس نمرته 122. واحنا قاعدين هنا شوي ولا اقتلك يا ولد المجانين. يا ولد المجانين بتقول ايه؟ قتلته؟ طيب يا نخنخ هكلمك بعدين، مع السلامة. الواد نخنوخ بيكذب عليا ولا ايه؟ هو المعروف عنه انه ملوش امان سعادتك. طب هنتأكد منين انه فعلا قتله؟ اما ترمواي يختفي وما يبقالوش اثر. لسه هستنى ترمواي لما يختفي. اسمع لما اقولك، الواد نخنوخ ده مش هياخد ولا مليم قبل ما يجيب لي راس ترمواي واشوفها بعناية. ايه؟ اجيب لك راسه؟ ارقصه يا باشا. انت مش مصدق ان انا قتلته؟ طب يا باشا اصورهولك بالكاميرا بتاعت الموبايل وابعتهولك بالبروتورز. ماشي يا باشا. راسه حاضر. طب يا باشا ما ينفعش صباعه؟ حاضر يا باشا. ما تنرفز هجيب لك راسه.
يعني قتلت الراجل ومش قادر تقطع راسه؟ انا اقتل لكن اقطع راس ليه؟ انا مجرم؟ مجرم؟ بعيد الشر عنك، مين اللي يقدر يقول كده؟ ده انت ارق راجل عرفته في حياتي. يا حبيبتي. ايه يا ولد؟ يا بنت مالك؟ ايه ده الراجل بتاعي، يعني دراع اليمين، دراع اليمين بيبوظ دراعك اليمين. مالك؟ خرب بيتكم نسيتوني اكل عيشنا. وبعدين هنعمل ايه في الراجل اللي عايز الراس ده؟ ولد ابشا، انت عمرك ذبحت انسان في حياتك؟ عمري يا كبير. يبقى فرصتك جات لك يا ابن المحظوظه. واضح انك انت جاهز للاختبارات قوي. اختبارات ايه يا ابني؟ اختبارات ايه؟ ده انا ظابط من وانا عندي 6 سنين. يعني مش واخد بالك ان يعني الجسم يعني زياده شويه ولا ايه؟ انا عمر جسمي ما كان عقبه في حياتي. وبعدين هيعوزوا مني ايه؟ جري هيلاقوا حمامه قدامهم، نطت ثقه وكده هيلاقوا فهد. لكن انا اللي قلقان عليك بودانك دي. لعلمك انا وداني عمرها ما كانت عقبه في حياتي. اجمع كل الطلبه قدامي بسرعه. النهارده اول اختبارات في كليه الشرطه، اللي هينجح في اختبارات اللياقه هيجي ويكمل معانا بكره. انت وانت البسوا وروحوا بيوتكم. معقوله؟ معقوله نجحنا كده من غير اختبارات؟ لا مش منظر يعني، اختبرنا عشان ما يقولوش مكوسنا. يا ابني انت كده كده ساقط من غير اختبارات، ده جسم ظابط ولا دي ودان ظابط؟ يلا بعيد الطلبه على الملعب. انا جسمي طلع اكبر عقبه في حياتي. وانا وداني طلعت اكبر عقبه في حياتي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح لابويا واقول له ايه؟ ده انا ابويا ممكن يموت فيها. انا عندي فكره. قول. احنا لازم ننتحر. عندك حق، احنا خساره فينا الحياه. بابا بيديني رنه وانا في الظروف دي، طب اقول له ايه دلوقتي؟ رد عليه ومتزعلوش، قول له انك نجحت. فكره. بص هو فين؟ افرش الحاره كلها، انا عاوزها ليله من 1000 ليله وليله. ماشي يا شهريار. واعزم كل البشر، ابني بقى باشا غجر. يا ابني ده 7 كوبري نقف عنده وشكلك مش ناوي تعمل اي حاجه خالص يا اخي. احنا لازم ننتحر، لازم ننتحر. طب يلا احنا بقالنا 3 ساعات بنعيط، خد قرار بقى وخلصني بقى. طب اتفضل. اصلا ما بعرفش اعوم. طب انت عايز تعوم ليه؟ انت عايز تموت. اصلا انا بحب اموت تاني واحد. طب بص احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونغمض وننط. بس بص احنا هنتفق اتفاق، احنا هننط مع بعض. لو انا مت قبليك امان عليك، امان عليك تموت نفسك. انا موافق، بس لو انا مت قبليك يبقى قدرك بقى. هعمل لك ايه؟ ايه اللي بتعمله هنا يا واد؟ بابا كل سنة اجي اجيبك من نفس المكان حتى الانتحار فاشل فيه. يا بابا ابدا انا مش بنتحر، ده انا كنت جاي اشم شوية هوا. انا عارف انك صدت، عارف مين الكومبو اللي جنبك ده، صاحبك؟ لا ابدا يا بابا، انا ما اعرفوش، ده واحد بيحاول ينتحر وانا بحاول اعقله. يا واد الوطيانة اللي انت فيها دي يا واد، ده احنا 10 من 7 الصبح يا واطي. معلش يا ابني معلش، حتى صاحبه بيبيعه. اتفضل قدامي، اتفضل اتفضل. عايز أسمع صوتك. أنا كومبو؟ أنا كومبو يا راجل يا كايزر؟ ويلكم لعم الصابر، ويلكم للباشا، ويلكم يا باشا. تعال، أنت بتعمل إيه؟
اللي ده انت رفعت راسي في الحارة والميلادي بمناسبة نجاحك يا يوسف. يا بابا بس انا ما نجحتش قوي للدرجات دي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ملوش لازمة اللي انت عامله ده كله. يعني ممكن نتكلم كلمتين على انفراد انا وانت؟ على انفراد؟ انت بقى في ايه شغلتني؟ بابا انا سقطت في اختبارات الكليه. ايه؟ صوت؟ ايوه يا بابا، بس ما رضيتش اقول لك في التليفون على اساس ان انا هنتحر، بس برضه ما حصلش نصيب. مش عارف ملطشه معايا ليه. طب والليله اللي تحت والفلوس اللي سحبتها من الناس؟ انا احس انك هتخدمهم لما تتخرج، ارضها ازاي؟ اقول للناس ايه؟ انا هعمل ايه يعني يا بابا؟ الله، مفيش في ايدي حاجه اعملها. دول ما رضوش يدخلوني الاختبارات اصلا عشان جسمي. دول يقتلوني، ده انا ساحب منهم فوق ال 100,000 جنيه. خلاص يا بابا، نبيع البيت ونرد الفلوس للناس. يا ريت نجيب، ده كبير 30,000. حد يقتل الواد اللي تحت ده؟ حد من الحارة عارف انك سقطت؟ لا يا بابا، انت اول واحد تعرف. ومالك يا اخويا فرحان قوي كده ليه؟ اسمعني، حسك عينك، حد يعرف ان